هذا النسيج العمراني القديم المتلاحم لمنطقة نجد كان يقتصد في المساحة ويبنى للتواصل الإنساني والاجتماعي. يعيش أكثر من نصف سكان العالم بالفعل في المدن، ومن المتوقع أن ينتقل أكثر من 2 مليار شخص آخر إلى المناطق الحضرية بحلول عام 2050. كان يفترض بتصميم المدن أن يكون بناءً على حاجة الإنسان، لكنه اليوم يفرض نفسه على نمط الحياة وأنشطة اليوم العادي، وترتبط شبكات المدن عادة بالبنى التحتية وطرق التنقل وشبكات الطرق والخدمات وحجم الكثافة السكانية. أكثر ما يقلق اليوم المصممين ومهندسي المدن هو زحفها اللانهائي والصعوبات التي يفرضها ذلك التوسع على تكلفة الخدمات وتباعد المراكز وغياب الأنسنة، وهي تهديدات حقيقية لاستدامة العيش والنمو. فكثير من المدن اليوم تعتبر وجهات عقارية اقتصادية أكثر بكثير من كونها تلبي التنوع الثقافي والاجتماعي. انتقدت العمارة الحديثة بشكل كبير، وقيل منذ وقت مبكر أنها لا تعبر عن الحاجة والثقافة والمجتمع. ففي الخليج عملت الطفرة على بناء المدن وتصميمها بطريقة غريبة وغير متسقة مع السياقات البيئية والثقافية للمنطقة. مر المسكن بدوره أيضاً بتغيرات نظام الحياة وانفتاح المدينة مقابل القلق على الخصوصية ورغبة التمركز في المدينة، وهو اليوم يعاد تصميمه بناءً على الحاجات الفعلية والتجربة الثقافية للمسكن القديم وإن متأخراً.